بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 14 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ صالح معنا. أهلا ومرحبا الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. هذا سائل، السائلة ميم ميم ألف، تقول: فتاة ملتزمة بدينها وتريد أن تكمل المشوار التعليمي، وقد خطبها أكثر من شخص فترفض بحجة أنها تريد أن تتفرغ للعبادة والعلم الشرعي، هل يجوز لها ذلك؟ وجهونا مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. الذي ننصح به لهذه الفتاة وغيرها من بنات المسلمين المبادرة إلى الزواج، إذا أتى خاطب كفء فإنها تبادر إلى الزواج لما فيه من المصالح العظيمة، ولأن الفرصة تفوت، ولا تقدم على الزواج لا دراسة ولا غيرها، لأن الزواج إذا فات لا يعوض. أما الدراسة فإن المرأة بإمكانها أن تدرس وهي متزوجة، أو أنه يكفي من الدراسة أقل قدر تعرف به دينها وعبادتها، وهذا يحصل ولله الحمد بأقل قدر من التعلم، لا يفوت عليها الزواج. الحاصل أنه إذا أمكن الجمع بين الزواج وبين مواصلة التعليم فإنها تفعل ذلك، أما إذا تعارض الزواج مع التعليم فإنها تقدم الزواج لما فيه من المصالح العظيمة التي تفوت بترك الزواج في أول فرصة، أو عندما تسمح فرصة مناسبة وزوج كفء. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل سوداني رمز لاسمه بحاء لام ميم، يقول: إذا ارتكب الشخص جريمة ونفذ فيه الحكم الشرعي ولتلك الجريمة، فهل عليه عقاب على نفس هذه الجريمة في الآخرة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمن قائل إن الحدود كفارات ومطهرات، ولا يجمع الله عز وجل بين عقوبتين، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة على ذنب واحد. ومن العلماء من يقول إن الحدود إنما هي زواجر. نعم، إنما هي زواجر ولا تمنع العقاب في الآخرة. أما أهل القول الأول فيرون أن الحدود جوابر، وهؤلاء يرون أن الحدود زواجر. وعلى كل حال، إذا تاب العبد إلى الله مع إقامة الحد عليه فإن الله يتوب عليه، إذا تاب من الذنب واستغفر وأقيم الحد عليه فإن الله يتوب عليه ويعفيه سبحانه وتعالى من عقوبة الآخرة. أما إذا لم يتوب فهذا محل الخلاف الذي ذكرناه بين أهل العلم. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل السوداني يقول: شخص يقرأ القرآن وعليه حدث أصغر، فهل يجوز له ذلك؟ لا بأس أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولو كان غير متوضي، أما إذا أراد أن يقرأ القرآن من المصحف فلا بد أن يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر، فلا بد أن يتوضأ إذا أراد القراءة من المصحف. أما إذا أراد أن يقرأ عن ظهر قلب، يعني أن يقرأ حفظا، فلا مانع أن يقرأ وهو على غير وضوء. نعم. هذا السائل الذي رمز لاسمه ألف 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 الدمام يقول: يبعد منزلي ما يقارب من نصف ساعة عن المسجد، ويشق علي الذهاب، فهل أكون معذورا في ذلك؟ إذا كنت تسمع النداء فإنه يجب عليك الذهاب إلى المسجد، ولو كان عليك في ذلك نوع مشقة متحملة، فإن هذه المشقة تكون أجرا لك عند الله سبحانه وتعالى. ولما شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رجل أعمى
شكى إليه صلى الله عليه وسلم ما يلاقيه في طريقه إلى المسجد من الصعوبة، وطلب منه أن يرخص له أن يصلي في بيته. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. فإذا كان هؤلاء يسمعون النداء فإنه يجب عليهم الصلاة مع الجماعة في المسجد، ولو كان عليهم في ذلك شيء من المشقة، ما لم تبلغ هذه المشقة إلى حد الضرر. نعم. بارك الله فيكم. السائلة أختكم أم محمد، مقيمة بالباحة المملكة العربية السعودية، تقول في السؤال الأول: إذا كنت في حالة الوضوء ولم يبقى إلا القدمين، ودق الباب أو دق الباب زوجي أو أحد أولادي وذهبت لفتح الباب، فهل يلزمني بعد الرجوع أن أعيد الوضوء من أوله أم أغسل باقي القدمين فقط؟ إذا عدت في وقت قريب لم يستغرق زمنا طويلا فإنك تغسلين القدمين فقط، وتبنين على ما غسلت من أول الوضوء لعدم فوات الموالاة. أما إذا طال الزمن ولم تعودي إلا بعد فترة فإنه لا بد من إعادة الوضوء من أوله لفوات الموالاة. وضابطها كما يقول العلماء أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله أو حتى ينشف الذي قبله في وقت معتدل. فإذا عدت في وقت قريب بحيث أن العضو المغسول لم يجف فأنت تواصلين الوضوء وتكملين. أما إذا كانت الأعضاء قد جفت لطول الزمن فإنه لا بد من إعادة الوضوء من أوله لفوات الموالاة. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل من السودان، رمز لاسمه أبو محمد ألف ألف، يقول: هناك أناس يصومون في رمضان ولكنهم لا يصلون، فهل يقبل منهم الصيام في مثل هذه الحالة؟ نرجو منكم التوجيه. من ترك الصلاة متعمدا فإنه لا يصح منه صيام ولا غيره، لأنه يعتبر كافرا، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهؤلاء لا يصح صيامهم ما داموا تاركين للصلاة بالكلية متعمدين، لأن العبادات إنما تصح من المؤمن، وهؤلاء ليسوا مؤمنين، فلا تصح منهم العبادات بترك يوم الصلاة متعمدين. نعم. بارك الله فيكم. من أسئلة السائلة أم محمد ومقيمة بالباحة، تقول: هل دعاء الاستفتاح خاص بالصلوات المفروضة فقط أم يقال في جميع الصلوات بما فيها السنن الرواتب والنوافل مثل الضحى وغيرها؟ نرجو منكم التوجيه. الاستفتاح عام في كل الصلوات الفرائض والنوافل، بعد تكبيرة الإحرام يأتي بالاستفتاح سواء كانت صلاته فريضة أو نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل فإنه إذا كبر تكبيرة الإحرام يأتي بالاستفتاح، فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أو يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، أو غير ذلك من أنواع الاستفتاح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم. تقول السائلة: إذا صليت 4 ركعات قبل العصر فهل أصليها متصلة مثل صلاة العصر أم أصليها ركعتين ركعتين؟ تصلينها ركعتين ركعتين، ولا تصليها بتسليم واحد، مقترنة بتسليم واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مثنى مثنى، ويقول: صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. هذا هو الأفضل والأكمل. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل من المنطقة الغربية، أبو بكر حميد، يقول: أريد أن أقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في أعماله وصلاته وحجه وغير ذلك من العبادات، فبماذا تنصحونني بالكتب الذي أقوم بقراءتها جزاكم الله خيرا؟ هذا شيء طيب، وجود الرغبة في المسلم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على خير ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ومحبة لاتباعه والاقتداء به. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. الاقتداء به صلى الله عليه وسلم مشروع، وهو يدل على خير، ولا تصح العبادات إلا إذا أديت على وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها إذا خالفت السنة صارت بدعة مردودة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والسائل وفقه الله يسأل عن الكتب التي يعرف بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الكتب ولله الحمد متوفرة وميسورة، عليك بقراءة كتب السنة الصحيحة مثل كتابي الصحيحين، صحيح البخاري صحيح مسلم، كتب السنن الأربع، مسند الإمام أحمد، فتقرأ في الأحاديث الصحيحة وتعمل بها. ومن خير ما يعين على ذلك أيضا كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله. كذلك تقرأ في كتب السيرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، تقرأ في كتب السيرة سيرة ابن هشام وغيرها من كتب السيرة، من أجل أن تعرف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأعماله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم وتعامله مع نفسه ومع الناس، فتعمل بذلك. كتب السيرة وكتب الشمائل، كتب السنة الصحيحة، كل ذلك ما يعينك على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كله بعد قراءة القرآن والتأمل فيه وتدبر القرآن. نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يلزم الاعتكاف في النوم في المسجد، وهل يلزم الاعتكاف في الحرمين أم في أي مسجد؟ نرجو شرح ذلك، مأجورين. الاعتكاف يشرع في كل مسجد تصلى فيه صلاة الجماعة، في كل مسجد تصلى فيه صلاة الجماعة من مساجد الأرض ولله الحمد. ولكن إذا كان في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى فإنه أفضل. المساجد الثلاثة أفضل من غيرها من المساجد، إذا اعتكف في واحد منها فهو أفضل، وإلا فاعتكافه في أي مسجد من مساجد المسلمين التي تؤدى فيها صلاة الجماعة فإنه يحصل به المقصود ولله الحمد. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذا عام في كل المساجد. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل من السودان رمز لاسمه بألف ألف ميم، يقول: في رمضان وفي صلاة التراويح يقول الإمام بعد كل أربع ركعات: سبحان الله سبحان الله العظيم ثلاثا، ويقول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا ثلاثا. المصلون بعد ذلك يرددون بعده، ما حكم الشرع في نظركم في ذلك؟ هذا العمل بدعة ولا يجوز العمل به، ويجب على الإمام أن يتقي الله عز وجل وأن يترك هذا العمل، وعلى المؤمنين أن لا يقتدوا به في ذلك إذا فعله، بقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالتزام هذه الأذكار بعد في خلال صلاة التراويح يقولها الإمام ويرددها المأمومون بصوت مرتفع، هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، بارك الله فيكم. هذه السائلة تقول: لقد أديت فريضة الحج عن نفسي منذ 4 سنوات والحمد لله، ومنذ سنتين قمت بالحج مرة ثانية، وكانت عن والدتي، وكانت والدتي على قيد الحياة، ولكنها مريضة بعدة أمراض ولا تستطيع السفر من مصر إلى مكة لأنها تتعب كثيرا من مجرد الركوب والمواصلات العادية ولمدة بسيطة، فنويت وأنا في الميقات أن تكون حجتي هذه لأمي، ودعوت الله عز وجل وهو أعلم مني بحالها أن يتقبلها مني لها وينفعها بذلك، ولكن عند رمي الجمرات ذهبت إلى مكان الرمي، ونظرا لضيق الوقت ولمرض بضيق نفسي لم أستطع الرمي ولا الوقوف في المكان من شدة الزحام، ووكلت زوجي بالرمي عني، ونسيت بأن أخبره بأنني نويت الحج عن أمي، فهل حجي هذا صحيح لأمي، وهل كان لأمي أم لا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا في حجة الإسلام وأمك لم تحج من قبل، فلا بد أن تكون عاجزة عن مباشرة الحج عاجزا مستمرا. أما إذا كانت غير عاجزة أو كان فيها مرض عارض يرجى أن يزول، إنها لا تجوز النيابة عنها في فرض الحج، لأنها على أمل أن تؤدي الحج بنفسها، والنيابة إنما تكون عند العجز.
هذا إذا كانت الحجة التي فعلتيها عن أمتي فريضة. أما إذا كانت نافلة فالأمر في هذا واسع ولله الحمد. نرجو أنها تنفعها إن شاء الله. وأما أنك وكلت من يرمي الجمرة نظرا لعجزك ولم تخبريه أن هذه الحجة عن أمتي فليس هذا بلازم، لأن المدار على نيتك أنت لا على نية الوكيل. فما دمت أنك أحرمت عن أمك فجميع المناسك تكون عن أمك. نعم. بارك الله فيكم. سؤالها الأخير تقول: فضيلة الشيخ، أنا والحمد لله أحافظ على صلاة الفجر في وقتها، ولكن في بعض أيام الدراسة لا أستطيع ختم صلاتي ولا الإتيان بأذكار الصباح إلا بعد الشروق بحوالي نصف ساعة أو أكثر، وذلك لانشغالي بإعداد الفطور لزوجي وأولادي، وكذلك المساعدة لأولادي في لبسهم للثياب المدرسية، وبعد خروجهم أقوم بختم صلاتي والإتيان بأذكار الصباح وأصلي الضحى حسب ما أستطيع من ركعات، إما 12 ركعة أو 6 أو 4، فهل عملي هذا صحيح؟ أرجو منكم التوجيه. لا ندري ما المقصود بختم صلاتها، فإذا صلت صلاة الفجر في وقتها فهذا هو المطلوب الواجب عليها. أما الأذكار فهي سنة، إن تيسر لها أن تأتي بها دبر الصلاة فهذا هو المشروع، وهو وقت الذكر الموظف في دبر الصلاة. فإذا انشغلت عنه وفات وقته إنها لا تقضيه لأنه فات وقته، ولكن تذكر الله عز وجل، لأن ذكر الله مشروع في كل وقت. لكن الأذكار المحددة في دبر الصلاة إذا فات وقتها إنها لا تقضى، ولكن تذكر الله عز وجل ذكرا مطلقا وتكثر من ذلك وتصلي صلاة الضحى. كل هذا مما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده من أجل أن يزدادوا من الخير. ولكن الذي نوصي هذه السائلة به أن لا تفرط بالذكر بعد دبر الصلاة، تأتي بالتهليلات العشر ثم تقول ربي أجرني من النار 7 مرات، ثم تسبح الله 33 وتكبر الله 33 وتحمد الله 33، ثم تقول تمام 100 لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهذا لا يستغرق وقتا طويلا، ثم تنصرف إلى أعمالها وشؤون أولادها. فلا تفرط بالأذكار التي في أدبار في دبر صلاة الفجر وغيرها من الصلوات الخمس، وهي لا تستغرق وقتا طويلا يفوت عليها شغل أولادها وشغل بيتها. نعم. بارك الله فيكم. هل من السنة إذا صلى الإنسان صلاة الضحى أن يقرأ فيهما بسورتي الشرح والضحى، وما صحة ذلك؟ نعم. هذا السائل يقول: هل من السنة إذا صلى الإنسان صلاة الضحى أن يقرأ فيهما بسورتي الشرح والضحى، وما صحة ذلك؟ ليس لصلاة الضحى قراءة مخصوصة، لا هاتان السورتان ولا غيرهما، بل تقرأ ما تيسر من القرآن، تقرأ ما تيسر من القرآن أو من سور القرآن، والحمد لله هذا هو المشروع. أما أن تلتزم بسور معينة في صلاة الضحى فهذا لا دليل عليه. نعم. السائل من أرتيريا محجوب محمد يقول: ما هي صلاة الحاجة وكيف تصلى؟ لا أعلم أو لا أعرف شيئا يسمى صلاة الحاجة، وإنما المعروف صلاة الاستخارة. إذا أشكل على الإنسان أمر من الأمور المهمة وخفي عليه ما فيه المصلحة فإنه يستخير الله بأن يصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم يدعو بعدها بدعاء الاستخارة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم. السائل يقول: الشيخ صالح، هل الإنسان الذي لا ينصح الناس ولا يرشدهم ويترك الأهل يفعلون ما يفعلون من الأخطاء، وإذا كان لا يستطيع أن ينصحهم ماذا يفعل؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. فإنكار المنكر لا بد منه، إما باليد إذا كان له سلطة، أو إما باللسان إذا كان يقدر على ذلك بأن يبين الخطأ ويوجه إلى الصواب والطاعة. فإذا لم يستطع لا هذا ولا هذا فإنه ينكر المنكر بقلبه بأن يبغضه وينفر منه ومن أهله ويبتعد عن أصحاب المنكر. ونصيحة الأهل والإنكار عليهم والأولاد من باب أولى،
قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فهو يبذل ما يستطيع ويقوم بما يقدر عليه من النصيحة والإنكار والتوجيه والإرشاد. وأما أنه يهمل ولا ينكر المنكر فهذا أمر خطير يخشى على صاحبه من العقوبة، لأن الله سبحانه وتعالى إنما وعد بالنجاة لمن ينكر المنكر ويدعو لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أما الذي لا ينكر ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر وهو يقدر على ذلك فإنه متعرض للوعيد الشديد، لا سيما إذا كان هذا في أولاده وأهل بيته، لأنهم أمانة في عنقه ورعية تحت ولايته وهو مسؤول عنهم. قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته. وفي الختام لكم التحية من الزميلين من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ومن هندسة